في المفاهيم، وده كارثة. يعني أي حد يقول رأي مخالف للعامة يبقى خاين. على فكرة الخيانة مش بالسهولة دي، وكلمة خيانة ما ينفعش. التخوين وفكرة من ليس معنا فهو ضدنا، لا على فكرة هو أنا مش مضطرة ولا أمشي مع الرأي ده ولا مع الرأي ده. افرض أنا عندي رأي ثالث يا أخي، أنت ليه هتصدر على رأي؟ يعني إذا كان معلش ده حتى حزب الكنبة هو اللي حسم الموقف في 30 يونيو. يعني في الآخر الغالبية العظمى من الشعب المصري هي اللي نزلت في 30 يونيو، كانت أكثريتها من حزب الكنبة، لا من دول ولا من دول. يعني هل فوجئتي برد الفعل العنيف على تصريحات خالد أبو النجا؟ طبعا فوجئت وسئلت فيها كتير جدا اعلاميا، وانا مش شايفه يعني الى ما الخلف بينكما الى ما، وهذه الضجه الكبرى علامه. ايه 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 ده؟ لا لا ده في مواهب ثانيه يعني استاذ محمد عبد الوهاب، يعني احمد شوقي، يعني الى ما الى ما الخلف بينكما الى ما، وهذه الضجه الكبرى علامه. يعني ليه؟ خالد ابو النجا مواطن مصري حر من حقه يقول رايه، انا مش مضطره اتبع رايه. على فكره انا رافضه رايه، يعني انا مش متفقه مع راي خالد ابو النجا، لكن ولما تضامنت مع حق خالد ابو النجا في التعبير عن رايه، لا اتضامن معه ولا مع شخصه ولا مع اي حاجه، اتضامن مع حقه كانسان اولا، كمواطن مصري ثانيا، يعني يكفله حق، يكفله الدستور انه يعبر عن رايه. هو يعني استغفر الله العظيم، لا قران منزل ولا هو نبي، الانبياء عصر الانبياء خلص خلاص، فهو مش لازم هيقول حاجة نتبعه، يعني مش لازم، وما ينفعش نحقر منه. نختلف معاه في النقطة اللي احنا مختلفين معاه فيها، بس لا نتطرق لأمور شخصية وسباب وشتائم. وعايز أقولك أنا خالد له صديق، هو زميل، اشتغلنا مع بعض مرة، يمكن لعبة الحب، وحتى أنا لا أعرف حتى ما يكنه لي حتى كإنسان يعني. لكن الهجمة الشرسة اللي الهجمة عليه أو على غيره، على فكرة هو مش سين وصاد، يعني هو في الآخر هو أو غيره حقه في إبداء الرأي. أنا ولا معاه ولا مع الرأي المخالف، أنا ممكن يبقى لي رأي ثالث. تفتكري حالة التعصب اللي بقت موجودة كده، والناس تخون الناس والناس تاخد مواقف، ده سببها إيه؟ ده خلط المفاهيم اللي بقولك عليه. هناك خلط ما بين كلمة التعصب والوطنية، هناك خلط ما فيه ما بين حد معارض وخاين. لازم نفصل في المفاهيم، عندنا مشكلة في التعريفات. احنا على أرضية وطنية واحدة، لكن ممكن يبقى رأي حضرتك مختلف عن رأيي. على فكرة أنا ولا رأيي مع خالد ولا رأي الناس اللي ضد خالد، أنا عندي رأي ثالث مثلا، أنا معرفش هو إيه، بس يعني بتهربي عايزة تخلصي نفسك من هذا وذلك. لا خالص، أنا صحيح يعني قريبة للدبلوماسية أكتر، بس في النهاية أنا فعلا أنا أصلا من أول أحداث يناير وأنا